المخرجة الشابة وسام أسامة مخرجة عرض مكنون. بنرحب بيك في موقع ستارز أونلاين. أهلا وسهلا. عاوزين نتعرف على تحضيرك للعرض كان إزاي واستعداداتك كانت إزاي؟ العرض هو كان في ورشة الإخراج كده من ضمن مشاريع التخرج. أستاذ عصام قال لنا إن إحنا هنبتدي نشوف. أستاذ عصام السيد هو مشرف على ورشة الإخراج. ابتدى يقول لنا ابتدوا جهزوا الرؤى ماكبث. ابتديت اشتغل على الفكرة في ان ماكبث العادي بتاعها لما تتذكر السياسة الطموح للسلطة والطموح اللي يؤدي الى الموت. بس انا مكنش عايزاها اجيبها مباشرة. ابتديت اقرأ وحلل الشخصيات اكتر وحلل ماكبث ده ايه اصلا نفسيته كانت ماشية ازاي لانه في الاخر كان الاول بيبتدي خايف بعد كده اتقتل. لقيت ان هو ذكر على لسانه كلمة الجنون وهي ذكرت على لسانها كلمة الجنون الليدي. فابتديت يبقى لاين كده قدامي ان انا ممكن اشتغل على فكرة الجنان. ابتديت اشتغل على النص لقيت مشاهد قوية جدا. المونولوجات بتاعته بتأكد فعلا ان هو مريض نفسي هو مجنون. ابتديت ادفر ده وادخل الشخصيات وقلت لازم ادخل شخصية الطبيب تحاول تعالجه طول العرض وينتهي ان هو ما يعرفش يعالجه وينتهي بموته. وده حاجتين ان السلطة ادت لده وان هو بقى مريض نفسي بسبب اصلا موت زوجته في العرض اللي كانت بتمثل قدامي. فالفكرة اتأسست من لحظة دي. تكلمين عن البروفات بقى. البروفات ابتدت بثلاث ممثلين كانت رؤية كل ما اقول لحد هعمل ماكبث اصلا هي 10 شخصيات هعملها بثلاث ممثلين في الكاميرا ازاي هتعمليها ازاي. فكانت عندي التكثيف هو اهم عنصر ان عايزه ممثلين اقوياء. ابتديت اشتغل على التمثيل كويس جدا على اللياقه حركتهم طاقتهم ما تقلش. العرض مثلا ساعه الا حاجه بسيطه طاقتهم ما تقلش لحظه. ابتديت اشتغل على الباور الطاقه ابدي معاهم الشخصيات وخصوصا ثلاث شخصيات كل واحد فيهم يعني الطبيب بيشتغل بشكل واقعي جدا لانه هو حقيقي هو الوحيد الحقيقي هو بالكلاسيك والحاله النفسيه جدا. هي شخصيه الكلاسيكيه اللي هي في خياله اصلا شخصيه اللي هو بيتخيلها طول العرض. كانت دي اهم حاجه ابتدي احسس عليها وقت البروفات. تقولي للجمهور اللي لسه ما حضرش انا عايزاه يجي يشوف البوستر ويبتدي يفكر ماكبث مش هي ماكبث اللي هو قراها لكن انا مش هغير فيها كتير بس يدخل ويبتدي يفكر نفسه ويفكر معي.